لن ينفعك أحد من دون الله، ستموت وحدك وتقبر وحدك وتسأل في القبر وحدك وتبعث وحدك وتنشر وحدك وتعرض على ربك وحدك وتمر على الصراط وحدك وتحبس إن أذن الله بدخولك الجنة على القنطرة وهي طرف الصراط مما يلي الجنة وحدك، وتدخل الجنة وحدك أو تعذب في النار وحدك، لن يعذب عنك أحد. فاحمل مسؤوليتك، الحياة ليست مبنية على التهريج، لا وقت للتهريج والعبث، الحياة ثوان معدودة لابد أن نستغلها. وتأمل في حال إنسان تصفه أنت بالعقل، يمر في طريق يجد درة ويجد بعرة، فيلتقط البعرة ويدع ويترك الدرة، هذا سفيه. لحظة تمر منك تأتي خزانة فارغة يوم القيامة، فكيف إذا وجد في الخزانة ما يضرك؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي المقابل ما يرضي الله، الحياة صعبة، محنة ليس فيها عبث ولا هي بمتحملة للعب. تأمل في حالك وخذ بقول نبيك صلى الله عليه وسلم، واحرص على ما ينفعك. إن كان التهريج ينفعك هرج، إن كان العبث ينفعك اعبث، إن كان تضييع الوقت ينفعك ضيع وقتك ما دام ينفعك. فأما إذا كان سيمر ويكون عليك وبالا وينزل بك ضررا، يعني لن يمر لا لك ولا عليك، لو مر لا لك ولا عليك فهو أهون. كثير من الناس يضيعون أعمارهم فيما لا يفيد لأنهم لا يحترمون الوقت أصلا. عامر بن عبد القيس كان في طريق فلقيه رجل فقال أريد أن أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال فتوقف حتى أكلمك، قال أمسك الشمس، يعني أوقف الزمن عن دورانه عن جريانه حتى لا يكون ما أضيعه من الوقت معك لا لي ولا علي، ولكن لا تضيع علي وقت. يقول له أمسك الشمس، ضيع وقتك أنت كما تحب هذا شأنه، ولكن لا تضيع أوقات غيرك. اتق الله، كن جادا مترفعا، لا تكن عابثا ولا هازلا ولا مائعا. جاء رجل وعبد الله بن بسر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قد يبدو غير ذي قيمة عند كثير من المسلمين، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، كل ثانية اجعل فيها ذكرا، اجعل فيها تسبيحا، ستحتاجه يوم القيامة، تحتاج حسنة واحدة تكون مرجحة وفاصلة، وإلا فيحبس من تساوت حسناته وسيئاته على الأعراف، حتى يفصل الله رب العالمين بين الخلائق، ويصير أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، ويدخلهم العزيز الغفار جنته برحمته وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا لم تتساوى الحسنات والسيئات وزادت الحسنات على السيئات فهذا في النار إلا أن يشاء الله شيئا فأرحمه. تحتاج حسن ستمضي وراء أبيه في القيامة، أنت، أنا أقول لك أنت، لا أقول سيجري وراء أبيه غيره، أنت ستجري وراء أبيك في العرصات. يا أبت أي ابن كنت لك؟ يقول خير ابن كنت، أريد منك اليوم حسنة. يقول لا أخاف اليوم مما منه تخاف، سأجري أبوك وراءك. يقول لك أي أب كنت لك؟ تقول خير أب كنت. فيقول أريد منك اليوم حسن، تقول أبدا أخاف اليوم مما منه تخاف. أمك أختك مسؤولية فردية،
احرص على نفسك، لا تضيع وقتك، لا تضيع حياتك، إنما أنت أنفاس، كلما ذهب نفس ذهب بعضه، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أنفاس، فكلما ذهب نفس ذهب بعضه. يعني تقترب من القبر خطوة كل يوم يمر عليك، يقربك من القبر خطوة. عمرك محدود بدءا ومنتهى، لن يزيد ولن ينقص، ولكنه محدود، نهايته معلومة لله، لا لي ولا لك ولا للبشر ولا للخلق، لله. أين هي؟ لا تعلم. فتقول الآن بعد لحظة، بعد لحظتين، بعد ساعة، ساعتين، تمتد وأدركها أيضا مهما امتدت. ورأينا من جاوز المئة ثم مات فكان ماذا؟ نسي. لن تنفعك عشيرتك، ولا سينسونك، سينساك أبناؤك، لن يذكروك، سوف يتمتعون بما تترك، حصلته أنت من حرام، من شبهة، من غصب، من رشوة، من سبيل غير شرعية، يتمتعون به وتلقى أنت العذاب. أثق، لا وقت للضياع.